شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، رؤساء وأعضاء الوفود، السيد الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، السيدات الفضلايات والسادة الأفاضل، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أطيب التحية وأرحب بكم أحر الترحاب، شاكرا لكم جميعا تلبية دعوتنا لحضور القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، متمنيا لكم إقامة طيبة في الجزائر بلدكم الثاني. واسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو والأخ العزيز شيخ تميم بن حامد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة على رئاسته الموفقة للدورة المنصرمة وإدارة متطلباتها بحكمة وتبصر. السيد الأمين العام لمنتدى ولكافة المساهمين في مسار إعداد وتحضير أشغال قمتنا هذه. ولا يفوتني أن أنوه عاليا بانضمام جمهورية موزمبيق والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة إلى رحاب منتدانا بصفتهما عضوين ملاحظين منذ آخر دورة، كما نسجل اليوم بكل اعتزاز انضمام جمهورية السنغال الشقيقة بدورها إلى هذا المنتدى الموقر بصفتها عضوا ملاحظا كذلك. تشكل هذه القمة فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد، وتعكس التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وتصميمنا على تعزيز دوره والتأكيد على مساهمته في أمن الطاقة العالمي، حيث يلعب الغاز الطبيعي دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة. والجزائر التي تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة وصديقا للبيئة وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة، لطالما أيدت فكرة توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة واستخدامه كمصدر نظيف مع الطاقات الجديدة والمتجددة. وإذا كنا نسعى جميعا إلى تدعيم التقدم التكنولوجي في هذا المجال والعقود طويلة الأجل والأسعار العادلة والسياسات التي تشجع على الاستثمار لتحديات في المجال الطاقوي، فإن التحديات اليوم تتطلب منا تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها عند تأسيس منتدانا هذا. وقمتنا هذه مناسبة هامة لتعميق التعاون من خلال تبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات وتأسيس حوار استراتيجي بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز لرسم المسار المستقبلي لهذا المورد الطاقوي الحيوي في التنمية واستخدامه كوقود نظيف
مع الطاقات المتجددة. أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، إن منتدى الدول المصدرة للغاز منصة للتعاون، وبصفتها جميعا وبصفتنا جميعا مؤيدين لهذا التوجه، يزداد حرصنا على الحوار ليصبح منتدانا طرفا يساهم في تعزيز مصالحنا المتبادلة وبناء إجماع حول الدور الحيوي للغاز في التنمية المستدامة وتحقيق رؤيتنا المشتركة، وهو ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، حيث يجب أن نواصل تطوير موارد الغاز بالاستثمار المستمر والتعاون في التكنولوجيات والابتكار وتطوير تقنيات الاستخراج والتسويق، لا سيما من خلال معهد البحث في الغاز التابع لمنتدانا والذي تسعد الجزائر باحتضانه، ليكون إطارا للتعاون العالمي والعلمي عبر تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والمهارات وتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في الدول الأعضاء والمراكز المماثلة في جميع أنحاء العالم. وتتطلع الجزائر إلى مواصلة التعاون الوثيق مع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يواصل استقطاب أعضاء جدد سيساهمون من دون شك في ارتقاء بمكانة المنتدى على الصعيد الدولي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. وبهذا الصدد نجدد دعوتنا إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة، وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى، لضمان إمدادات الغاز واستقرار السوق العالمية. وتلتزم بلادي بالعمل جنبا إلى جنب معكم جميعا لمستقبل مشترك وواعد لهذا المورد الطبيعي، عبر توسيع وتكثيف التواصل والتشاور بين ومع الفاعلين، وكل يقين بأن نتائج هذه القمة ستساعدنا على المضي قدما نحو رؤيتنا المشتركة هذه. وفي الأخير أشكر لكم حسن الانتباه، وأشكركم على مشاركتكم في بناء هذا المستقبل معا، وأتمنى لأشغالنا كل التوفيق، ومرحبا بكم مجددا في الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.